يقول دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اغفر لأبي سلمة الحديث، هل ندعو بهذا الدعاء للميت في صلاتنا عليه بأن نقول اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، أم أن هذا الدعاء خاص بأبي سلمة؟ وجهونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فيدعى له بما ثبت في حديث أبي سلمة وغيره، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، إلى غير ذلك من الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، وليس ذلك خاصا بأبي سلمة رضي الله تعالى عنه. فيدعى للميت فيقال اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين، ويدعى له بما تيسر ولا سيما الوارد في صلاة الجنازة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته وتوفه على الإيمان، ثم يدعو للميت بما ورد في الأحاديث، اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر ما ذكرنا قريبا.